تخبى تخبى يا احمد ساتور تخرج منهم يا احمد ساتور. لا لا من غير مولوتوف لا 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 تضربش مولوتوف طبعا. ليه مش مضرب مش تلحم من داخل في واحد معاهم مش بيه او جيه زي دي ها شكون اللي جيه جيه سزع وين نازلين ايديهم قدم له قدم له قدم له قول له ادخل قول له ادخل قول له ادخل اللي وراك اللي وراك خبي سلاحه اللي وراك خبي سلاحه خبي سلاحك وزي ديك الفوق خبي سلاحك وزي ديك الفوق عجبني يا اخوان تفكير سالي بس عليك سيزانيم والله تعرف وصلي جد صح على بيس سيزانيم لا ما نش لبس هذا ما شوف شيء ضيق البلاد ما نش لبس والله غالب والله غالب خويا مسحقين فلوس ولازمنا نخرج من البلاد وما تشوف هاي جيت تشوف معنا سلعتنا خويا اش نسمع فيهم في الشحكيه نشوف نتاجر اي تفضل مرحبا اعمل كريك اعمل كريك اعمل كريك حط كريك شفت هذا ايميو عليهم ايميو عليهم الاولاد اه اي واحد ايمي عليهم احمد ولا تقعد انت لبرا احمد شكون اللي حط لوحدك اه عدي عدي عامل اه انا في الكلور انا قاعد لبرا الزنديه ما هو يا اخي وحدهم اه بتلوت اه بتلوت اه بتلوت نحكي معك بتلوت لا 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 يا بتلوت قامس امبوسي جاتني انفو نتاع زوز لا فهم حكايه لا فهم حصيله راهو في بالكم شكون اللي قال لك زوز؟ ردوا بالكم الولاد فما حصيله. انا جاني ميساج بريفي ما عرفتش من جبتوه المرور. نقبلوا من العجالية. قالوا لي راهو مشكل مش مشكل سي زاني زدت الخير ما فيها ندمك. خلي خلي مش تستعملها لا. ايوا. تاع العباد هذوما باش تتحرق فهمتني شي ولا في خفصة تحديد. مجدي. باش تتحرق في خفصة تحديد هذا اللي نعرفه. كي ما تجيش خويا الفدية متاعنا خويا العباد هذوما العيال متاعهم مش تبات تبكي الليلة سامحني سامحني شكون الفدية متاعك؟ الفدية هي فلوس بحيم كارتة تحك في كارتة قداش طالبين معناها؟ زوز مليارات على الراس مليارات ماك تعرف هذيك توا تاع الكاسة متاع البلاد الداخلين فيهاش السوم هذا ما عندكم ست بلاد 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 كامله بلاد كامله بلاد كامله بالخدمه نتاعها بكل شيء مع فمي 6 مليارات على شكون طريق اخرى تعرف البلاد تعرف البلاد انت اقتصاد طايح على الاخر ما فماش اقتصاد طايح فما كونسيس عباد تخدم داخل في فلوس فما يونيكورن عباد تخدم داخل في فلوس فما تاكس فما اداءات فما 6 مليارات باش تخرج ثلاثه من الناس اكيد ثم ومش تماما ثماش مش تاثر ياسر على البلاد السوم هذايا ياسر باش يطيحنا تعرف سيدي الديفيز طايح بالبيت يا اللي شاد مولوتوف تحب تونس انت؟ ما نحبش تونس نقم عليها البلاد هذايا ما يهمنيش لا في اقتصاد يهمني في مصلحتي انا سي زانيم ايوه انا اخويا سامحني سامحني يا سيد المحترم اللي معاي لبس ماسك انا اخويا نستدعي وزير الداخليه اون بيرسون لهنا باش يجي اخويا هو وزير عنده نورمال مو اكسيل الكاسه باش يجي يحكي معاني الثوب اي حاجه تصير عندك تصير كي نعملوا دوموند ساعه تجينا تكسير ميستيلش خويا انت خويا نحترمك سيد العون ونحترم اللي معاك ونحترم البوست بتاعكم اما في الكاية هذايا حاجتي بالوزير في هذا مش موجود الوزير مش عمل في اخر مره في بالي مسافر ما نعرفش انا كان موجود مش موجود ما نعرفش كان موجود مرحبا بك كان مش موجود مسافر في مهمه خويا نجم نحكي معكم انتم انت ادرى بال كان جاي موجود رجاك هو ما نجيش واضح هو حاضر ما نجيش واضح هاي كيفاش تو انت تقعد مسكر فمك ما غادي واضح ولا ايه سكر فمك سكر فمك بس ما تخافوش فهمناش عليه ياس تاج لازم تمسوا الجن اذا كان جاو 6 مليارات اللي تو قلت ما مش موجودين استناني لبرا تليفوني بالكهرباء نمشي نعمل تليفون للوزاره نشوف علم اي حاجه تصير مش في بلاصتها العباد هذايا راه باش تموت اسمعني انت جدوش حكيت لي ليكو تو جمله
خلينا بعد وصلنا لهنا مادام عندنا 100 بلو معناها نتاع حاجات انت ماكش تخمم فيها، ولكن انت باش تخدم مخك في حاجه معناها انا مانيش بيه باش نخرج من البلاصه اللي انا دخلت منها باش نبدا في بالي حاجه فوق الجبل. هي مش مشكل احنا ما تقدرش تاخذ 2 مليارات على الراس جبل هما 2 مليارات على الراس باش نسلمهم على الجبل. اخرج ما تخليش اي معلومه تدير غدر كل شيء. لا 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 باش بدي روحك ادخل 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 حط قاعده بين عينيك حط قاعده لازم نخرج الزوز تو نخرج واحد منهم حبي خرج واحد منهم لازم نخرج واحد منهم. لا 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 علاش خرج فيه الشرط نتاعنا ذاك وين الجبل انا باش نطلب الوزاره استنى دقيقه باش نطلب الوزاره يعملوا لي فلوس كان عطاوني لوكي باش نخرج جوز ما خليش واحد هذا الشرط نتاعنا الوحيد حتى 6 مليارات زاد باش نعطيهم لك ديريكت ياسر. لا لا مش هكاك جيب 3 مليارات عملت لهم صبع معنا رافيك وتخرج واحد مليارات تخرج واحد اي سوم كبيره دائما نجوش نجيبها لك في كهرباء كيفاش خويا انت سامحني نمشيو للبنك نحسبهم 10000 ولا كيفاش سامحني سيد العون باش نحكي حاجه سيد الزميل تنجم تخليني نتكلم معاك بارو لحظه خذ راحتك خويا تو انت تو تخمم في الفلوس ماكش تخمم في ارواح العباد معناها تو انت امن تو انت امن ولا حاجه اخرى سامحني ما تخلينيش نقول لك كلام مش في بلاصتك. انا شو قلنا نحكي على فلوس ما نحكي على فلوس نحكي على ارواح العباد. شوف 3 مليارات في وسط كهرباء من كراب العرش الشرط نتاعي الوحيد نخرج زوز نجيب فلوس الوضع نتاعك 60% من الفلوس وتعطيني زوز السي زاني من الوضع نتاعك ما يسمحلكش انك تقول لي شرط مش انت يا زميل في الشرط هو سمير ما عندكش الحق راه تقول ولا اسمع ماهوش لابس ماسك حتى البرج ما ضاع السي زاني معروف كيما انت السيد ما نعرفكش حتى الثاني نحي لك الكلسيطه فوق راسك خويا. لا نجمش يوريك مش مسيت عنده عيال انا تا واحد يزي انت ما حسيتش بيها هو انا ما حسيتش بيها هو صحيح ويا سي زانيم راهو احنا اللي خاطرين بلي 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 شرط من عندنا نحن مش من عندك انت شروط برشا انا طلبتك في شرط كلامي باش نجيب لك 60% وكل شو قلت لك عندي ثلاثه الراس على 2 مليارات 3 مليارات خرج واحد 3 مليارات ثانيين تاخذ الباقي خليني نمشي باركي سنتر نعمل تليفونات تفضل. شكون هذا شكون اسمع الاولاد فهمنا كيفاش شوف 3 مليارات يخرجوا راس يكملوا الباقي يخرجوا الباقي. ايوا قلت لهم على الليكو ولا لا مازلت حتى كي يجيبوا لي 3 مليارات الاولانيين بعديك انا ساعقهم بالليكو. وزير الداخليه روح من الصفر وجيك ما عندك تجي تحكي معاه. جراكلاوي يا الاولاد وزير الداخليه السراكلاوي نجم بعد اذنكم نبعثوا الجي بي اس ولا اي تخرج لبرا نبعثوا الجي بي اس مش نعرف الجي بي اس. حاجه اخرى سي زانيم الكراب اللي فوق الجبل القلم ياض انا عيني لبرا زاد راهو الاولاد ما تخشوش انا برا فما عيني لبرا زاد زيد دخلهم في حياتك. اسمع هما هو قاعد يطل من فوق مش بالو انا عملت هكا بصبعي اهبطني هيك وبرا. اسمع قلت له عندنا عينين لبرا زاد قعدوا داخلين في حياتهم. هاي صحيح هذه هي مزح زح زح هاي شدوا بلايسكم الفوق الفوق كرنا حال باش يعاود يدخل الركلاوي مع تو الركلاوي يجي يا خرار الركلاوي يجي ريتو تو الكونيكتر بالرسمي تحكي يا ودي هو يستنى فيها اللقطه هذيا بدقيقه وترجرة اسمعني ولي متكفل لهنا ريتو لاكام تاعك ترى راهو يا ولدي انا قاعد وبرا مش متكفل. اي شنو قلت له؟ ريت وقت اللي مدريد وقال وزير داخليه وقت الركلاوي حل ليه ريت وقت حل 5 ام قلت اسمعني انا خاطر مش عامل معايا ما نجموش شكون من برا يحضر لنا زوز كراهه بتاع هروب بيستيرون كونش يحطهم لنا في بلايس اللي كنت هبطنا غادي نهربوا بهم. وين تحب يحطهم لنا صح؟ لحظه خليني اعمل ما نجمش نحل الموضوع جرب يقولوا سايبنا شكون يبحث على الهوستد الصعب يقولوا جرب يقولوا سايبنا خير بلاصه يا دوب ليه عاد تقول بيسيرون خرج يا بيسيرون لحظة الولاد حليت الباب تخبيه الولاد
خبيه كفريو الريح انا صاحبي توا بريسك شرطة تونس الكل مصبوبة عندي دون كلها البرة بيدي كويت والدنيا شق شمال انا اخويا طالب منك موضوع سيال على الاخ ايه عندكم كراب تبرتع وانكونيو نجي الرفل على ديدو لا 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 عندك كراب انكونيو تاو كراب انكونيو تبرتع تجري انكونيو تبرتع تجري سيمان في خبر لا لك طمه اقسم بالله رسمي باهي فاهم انا شبيب الكراب بحال بيب بيب ما بيب معينه معنا خبيه كفر بيها راهو انا مش في جبده دوما راهو فهمني كفر راح كفر راح باهي شكون هذا اللي واقف في متخبي اي الزبوره او ركلاوي جاي اي جا ركلاوي جاي يجي بس يرو جوست حاجتي نعطيك بلاصه معينه تحط لي فيها زوز كراب ولا تلف انا والعباد اللي معايا فهمتني باش نابطو بحاجه سكور دوبل دوزوز هكا بلايص راه سكور زوز بلايص قد عندك من واحد معاك دوزوز نجم انا نعطيك نتاعي ها وفما وحده نتاع حما فرامون طيشة بحذانا في الجانج نجم تحلها ماما قال اي نجم اي مليك 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 شوف نجيب لك زوزة ذوما ونشوف لك واحده اخرى زوزة ذوما واحده اخرى مش لازم يكونوا نفس النوع في تجري خاطر كي باش نابطو يلزم نفرطو فهمتني اي 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 نشوف الله هذا برا الله هذا برا اي شو بي سي رو راس فلوس مليارات ثلاثة من الناس هذوما ما تجينيش الفدية وين يحكي وين يحكي وين يحكي وين قاعد يحكي تفضل معي تفضل كان ما تجينيش الفلوس كارتة بتكتلي كارتة بحية في فريش ثلاثة من الناس هذوما صار كليب الداخله نتاوى يزح فيكم تكلموش زحت انا قاعد ريكورد يا زب دايما انا سمعتك قاعد احكي بالتليفون وقت عسلامه عسلامه هذه كل تنفهمك اه هذه كل تنفهمك علاش مش فلوس برك حراسه البيت جو بيه جو بيه مريقل حتى عينينا للبرة للبرة لا لا حتى لل سيد الوزير نجم نحكي معاه خذ راحتك سكر فمك من غادي بلع فمك بلع فمك بلع فمك لا لاحقك لداخل بلع فمك سكر فمك يا اخويا وسع بالك وسع بالك سكر فمك وسع بالك يكون من الوزير بركة يتكلم خلنا نحكي معاه مرحبا تفضل رفيع ولا لاباس توما الولاد صار لكم شيء جان خايفين خايفين لحظه 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 لاباس ماكمش مضروبين ما صحتكم لاباس عليها كرايمي تنقت وانا مقام يا خويا تهناو 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 قلت لك ما يصير لكم حتى شيء على ضمانتي ما تخافوش في زعل عم نخرج في زعل تو تخرج تو تخرج مرتي قد تولد تو تخرج قلت لك الازهر عندك خويا مرتك تولد وانتي لن بيه شكون خويا شكون زعيمكم لهنا فماش زعيم لهنا فماش زعيم وغاد نحنا مصلحتنا واحدة مع العلم سيد الوزير اللي شي هذي معناها كله جرة نقمة من الامن عليه الاعوان متاعك خويا انا نقم عليهم وكان نلقى انا نشدك انتي تو ونقصك تروف تروف يا رسول بارك الله فيك انتي واعوانك على خاطر نجم نفهم عليه خاطر العوان نتاعك ما تحترمش العباد وما تقدرش العباد وما في بلاش اللي فما عباد كبارات لهنا وعندها معناه دين في البلاد صحيح هو بوليس معناه عنده السلطة على العباد وتحترمه وما ما يستغلش السلطة نتاعو على اساسيان مش انا نبدا قاعد نسوق في كرهبتي رايد يجي يقول لي انت عندك ختيه نتاع الضوء انت عندك مانيش عارف شنيا انت عندك وش شد ينزل عليا في الفلوس معناه الدولة تاخذ في الفلوس والشعب يعيش في الاخرة هكا بعد هكا اخوي فرجيت شد راعي برجولي معناها هك معناها تحب تحرق انت ضوء وتكسر الدنيا انا مانيش حارق ضوء نحكي لك انا متعدي على روحي تلكش معناها تلكش يجي انت يقول لي حارق ضوء وسارق بانكا وسارق مانيش عارف شنيا ويطيح يفك لي انا ويهزني يعمل لي حاجات مش باهيه في المركز ويدخل لي متراك في زعكتي اسمع ما ادري وكرارسي في شقف وقعدني على مانيش عارف شنيا المره الجايه اسمع الفلوس هذا ما صارش اسمع الفلوس تدخلهم لك امنه كله ما يصيرش مركز خويا كله مراقب بالكاميرا وعندي شرط اخر سيد الوزير
تفضل. عندك خويا عاونة امن في المركز. اها. يعني مش نقول لك شنو يسار خاطر كيمش نقول لك شنو يسار باش تعرف الهوية نتاعي. اها. شهر التالي صارت معاها حاجة. حبة هي تدخل لي الفلوس. هذا يا بوش بوك. شنو تخاف على عوانك معناها؟ ما انت ماكش خايف على رواح ثلاث عبيات الراجل غاديك مرته طول دهوم طيش معناها في في جيش ولا مش عارف عليه. نقول لك حاجة. هذيك بنتي. كيفاش؟ هذيك بنتي. خاف على بنتك وما تخافش على رواح العبيد معناها انت؟ لا لا خايف على رواح العبيد، ده مازال رواح العبيد باش نزيد نحط معاهم بنتي خويا ما ساعدنيش. شنو رايكم؟ انا 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 هاني تو انت تو انت شي هو وبنته فما حتى مشكل. شي انت وبنتك ميسيلش. سمعت اللي هوستج اللي عندنا ظهر لي محسن مضمن كل واحد فيهم هكا ولا؟ ما حتى حد قال لك راني مضروب. خويا شوف محسن مضمن خويا عندك ثلاثة بلي واربعة ولا خمسة بلي منش نحن اللي نعملوا كيكا احنا بكلمتنا تو تعرفنا ما دام انتم بكلمتكم حتى انا تعرفوني زاد بكلمتي عمري لنهار عطيت كلمة معناها الإنسان وش بت بيه بعد ولا حاجة سير ركليب ما زيدوش نطولو الفلوس كي تجي إجا انت وآمنة أك مش تخرج انت وآمنة وعد مني ليك عندي مشكلة معها المرأة ذيك عندك مشكلة معها أخويا بش يحكي معها مش تعمل أحد سيرة بش يعبر على مشاعره إجا تفضل أحكي معها البرة واحدة الباب أخويا ما فهمها حتى مشكلة أنا بنتي ما ندخل إيش لأنا اسمع لا 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 ما عندي حتى سنايبر البرة العوين الكل هالبر أبار الكراب اللي ريتهم لهنا قدام الجراج ما فهمها حتى واحد الباب نعرفو نعرفو إيش أنا فما زوز فوق الجبل دونك زوز فوق الجبل زوز كراب فوق الجبل شوف أنا 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 كنت على السفر تو مزلكي جيت ما عندي حتى علم حتى شيء من السيتياسيون هذيا باش نخرج لبرا تو نشوف كل شيء أي وتفكر زاد السيركلور وعندنا عينين زاد البر مع العلم عندنا صخور ونسور البرا معناها ظهرلي ظهرلي سامحوني ظهرلي هويتنا سامحوني ظهرلي هويتنا معروف شكون نحن مناش عباد الكون اسمعني 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 احنا عباد تو برشا ما خلصناش في التاكس نتاع الماري ما خلصناش في التاكس نتاع الكوكايين ما خلصناش في التاكس نتاع الماث هذا زاد مفاهمة اخرى لازم نحكيو فيها بالباهي اش معناها معناها اخويا انا ما ساعديش انا ما نخلصش والحاكم يخلص فيها ان شاء الله يكون الكلام موصول ومفهوم زاد عليه المكس ونحن معناها على الكوكايين وعلى كيفيه كيفيه اسمك تراقب العوان نتاعك سيد الوزير انت تراقب العوان نتاعك سيد الوزير وانت تعرف شي هذا انا مانيش نتهم فيك انت معناها في العوان نتاعك انت تو حسب ما قاعد تحكي لي معناها نورمالمون ما دامكم واصلين معناها وصلتوا باش تعملوا حاجه من النوع هذا فهمتني باش تحطوا لي حتى انا حياتي في خطر ومستعدين تحطوا لي حياه بنتي في خطر معناها وتدخلوها في المعامله هذه حياتك ماهيش في خطر سامحني السر لحظه برك كتخافوا مش قايم عليك شكون حياتك والله كتشوف معناها تبارك الله معناها سلاح في راسي محطوط وانا داخل هنا لا علينا لا علينا لا علينا في هذا الكل فما شكون يعس على الباب الاولاد ناني نتصور نتصور راهي عندكم ليستا معناها في العوان هذوما اللي تحكي عليهم وياخذوا في التاكس فهمتني حسب ما تقولوا انتم انا الاسامي الكل كيفاش؟ انا الاسامي والديار واللي تحب انت سيد الوزير باهي اش قال لك نعملوا حاجه اخرى نحن ترى شنو تعطيني ليستا نتاع العوان هذوما ونجيبهم انا توا لهنا العوان هذوما هي واضح تخرج لي خويا ثلاثه من الناس هذوكم تاخذ ثلاثة عوين منهم تحطهم في بلاصتها. العون ما يسوى حد شيء راه العون ما يسوى حد شيء خاطر كان قدام الفلوس تحسب شهيد في سبيل الوطن. فلوسك باش تاخذها. نعطيك الاسم الاول. نعطيك الاسم الاول. مش مش عمار نجار. عمار نجار واضح. هذا سيد حاجتي بيه. لا لا بس كله حاجتي بيك عاد كله راضي يعمل في حكايات باش يجيبوا لي يا خويا حاجتي بي على خاطره هو في البرشي نتاعي انا في خدمتي انا قاعد يمكس على بيت هاك علاش حاجتي بيه معناها السيد هذا تحب تقول لي معناها يختي فلوس على الدروغ ومطفي الضوء ويخلي في العباد قاعدة ايه ايه واضح هذا الموجود حاليا معناها في المدينة بالله خلينا نمشي يعني سلم على سيد الرئيس قول له ماذا بينا طب عنا برشا معاش حشنا بيكرك على قريب باي باي باه حكيت موضوع هنا باه لا علينا سيركلوي تو من غير ما نطولوا سيركلوي باش تفضل تخرج معنا تو باهي ما كملتش عطيتني ليست انت تو العوين هذوما اللي تحكي لي عليهم اسم واحد برك ديجا سمعت السيد جنبي قال لك عندك عليه بروف السيد هذا
شنو البروبلي عندك انت؟ مع العلم سيد الوزير راك تحكي مع بيت بروفيسيونيل، اسكت اسكت، مع بيت عنده خبره كبيره ياسر معناها في السلاح، وعنده خبره كبيره ياسر في استراتيجي السلاح اللي عندكم والنظام اللي قاعد نشوف ذي لهنا ذي كله معناته ما غادي من واصليا معناها. ايوا نحبوا نكونوا متفاهمين. قاعد تحكي مدريدو حسب ما جاتني معلومات قبل ما ندخل لهنا انتم خديتوا ديجا قيمه ماليه معناها على واحد منهم هكا ولا لا؟ لا حتى شيء، خذينا حتى شيء متوقع قريب. لا 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 سمعت حاجه هكا يجيبوا فلوس محضرينهم البرة بقيمه معناها اي لا كيكا كيكا شو هاو كيفاش فهمنا مع السيزانيم فهمنا 3 مليارات يخرج براس ومن بعد يكمل لنا الباقي وياخذ زوز الاخرين. باهي عمليه التسليم كيفاش باش تكون معناها؟ عمليه التسليم الاولى سهله على الاخر، تدخل تخرج بواحد. العمليه الثانيه تنقل لك عليك تجيب بقيه الفلوس. باهي واضح، نخرج نعاود نرجع. ايه كبري وربيحكم عاد الوليات بدأوا شكاكة تخافش يا مدريد مش فاهم المطلوب معناها 3 مليارات وتسايب الرهينة الأولى هكا واضح. والثانية تو نحكيو وزوج دخلين تو نحكيو فيهم دوما تجيو واضح واضح بارك كان ما تراش معنا تجيب الرهينة لهنا حطه حتى بعيد على عينين نرجع لك تو بالفلوس. واضح 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 معناتها مشكلة يعني رجع لك باهي الولاد باهي مش نحط كيس راني قدام واضح. اسمعني هما يدوروا هما يدوروا بزوز هليكويات راه نهبطهم ونحطهم لهنا. ايه حبيت نحكيو على السيركويات نتاع الماري والتاكس وكذا برجو ليا لازم تاكدوا عليه راه. بس انا خلينا نكمل البيسيرون طيب وين نحطها الكراهه بيدوك شو يجيب لنا 3 كراهه بسبور هاك اللامبورجيني اسمع فيا دوك هي ماني ما احنا 6 من ناس ريت السياره ريت ابوي يعاونوني 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 ريت الباركينج بس قول لي بعد عليه السلاح قول لي بعد عليه السلاح قول لي بعد عليه السلاح سيد الوزير استنى استنى على ذي احترامات لك انت سيد ذي مرته بشطول على قريبك علاش سايبته اول واحد ذي شرف لك يوم قول لي بعد عليه السلاح نخاف راه كله ما نحيش السلاح سكر فمك انت تقعد ساكت الفلوس شكون باش ياخذها سيد اللي قدام هذا باش ياخذ فلوس انا انت واو تام زي واخر شويه تيلي خلينا نعطيه فلوس يا جماعه وين قلت لي انا بالبوست سيبهم رجلين واضح 12 سيد وزير بيتكوين ان شاء الله خلينا نوصل السيد ونرجع له يا مدريد تنش تبعت شويه سيد وزير هاي بر هاي معي اي سيد الوزير سخت جا فيا بلي عاوني امشي امشي عاوني 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 خلف وين لونكارات ها؟ شنو نقول بالضبط يحكي عربي هاني عربي فازي يا احلى ايوه 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 سيدك لوي نبداو المفاهمة نتاعنا نبداو واضح عندك سيدي بن سيدك توا نزلوا عنا زوز رهائن هكا ولا؟ كل رهينة تسوى زوز مليارات تقول لك خذينا ثلاثة نزلوا لنا ثلاثة واضح قول له باش نعطيك واحد وباش نمشي بواحد هو انت تو باش يجي معنا بوليس باش ياخذ الزوز هكا ولا؟ عرفت نفسر لك العملية كيفاش بتصير باهي باش نعطيك واحد منهم باش تعطيني ثلاثة ديال القاعدة باش تعطيني واحد منهم تو حاليا فما زوز اللي قوة الدور انا ريتهم لي بيلوت حاجة لي بيلوت باش يهبطوا لي قوات قدام الكراج هذا يهبطوا لي ليكويت قدام الكراج هذا اي قلنا ذي حكاية عادية على الاخر ما عرفش كان ممكن ولا لا لا سير على الاخر سير على الاخر يا عدا سامحني متدربين على ليكو كل من نجم ولا انا انا واحد من الناس تو حاليا كي جيت لهنا جاي معايا زوز بيلوتات انا جبت زوز بيلوتات تونس كانوا يخدموا كانوا يخدموا في الجيش التونسي معناها باش تفهم انت كيفاش واضح معناها انت تحب تهبط ليكويت نتاعنا نحن لهنا باش نجموا انتم تمشيو بهم من بعد صحيح يدفع لك نور احلوا راديو زميل مع العلم انه فما بلون ان بلون بي لازمك ما تنساش الحاجه هذه بالطبيعة ما عندوش واحد ما عندوش واضح انا حاسس ما تفقدت وما عندكش راديو هذه حاجه باهي اي داخل هنا مانيش مفادلك اي لا 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 ده تعجبني سيرك لي منظم ديما منظم باهي لما عملية سهلة على الاخر زوز الكويت يهبطوا البيلوت اللي عندك يمشيو مع الكهرباء ويوخروا التالي الكهرباء في جبل تهبط
انت تقعد معنا لهنيت عشان تيوك تليفون تحكي معهم بذي كل واضح مش ميصير حتى غلط بعد ذي كل خويا احنا تيوك هوستج بتبيع انت تو عندك 3 مليارات ثانية لك ولا 3 مليارات عم جايين في ثنيتها باي ما تولي سيرك لو انت بيشرفنا لهنيت بنك وحدنا حتى نشوف 3 مليارات باي هذه لول ثاني حاجة للسيد دوما جو 3 مليارات مش يدخلهم السيد اللي جايبه هذا هو اللي الثاني اللي معاك بشي يروح بالهوستج الثانية ساعتيو تليفون تكلم شكون من غادي يهبط لي زيد دوزي ليكو لود يهزوا الريحة هذوكم اللي يمشيو نطلعوا نحن الكل ومن طون يقعد واحد فينا يغزل لك اللي كنتي سيرك لي تبقى بنا مش نطلعوا بالليل الكوة نتاعنا خاطر هو مش يقعد يأيم عليك خاطر ما يعرفوش عليهم باش يضربونا احنا نمشيو على رواحنا وانتي المامون اللي هاصل تحكي كل مريقلي لا استنى اخرجوا انتوما تو لازم في زوز فينا يقعدوا زوز الكويت يخدموا باش تطلع مع احمد ساتور راه كل واحد واضحين بالتو باش تطلع مع عز الفوق لا تو جوز خلي يخدموا الزوز تاخذ نازل على العصير انا والسيد اللي ورايا وكل مبادئ ما عرفت نهبط سيرك لي وتجي معنا زيدوا 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 ايسر انت زنيم حتى انت زاد بس ماني تولي تشرف يقفوا لهنا قدام الجراج ايه يا اخي وينو احمد ساتور انت ليه عملت كيف ما يسنابيونيش نور هيا اطلع عاد ليه عاد زر الوحيد ليه هو ذاك هذا خريني قول واطلع اطلع هاي ايه بوي بيتشز We did it! Hey, Baba! Hey, Baba! Did you go to any way, yeah? Pickle! Correct! Tركيز, concentration, rahta, Matar, sataminias, man! Matar! Awa, tukhul na matar, awa longara ala yiddik yisar, fi wasta. Fi wasta al-krab. Al-krab, mada, wada. Ay, fi wasta longara, awa tukhul na matar, khali awa tukhul na... اول انقرع بيدك يسار حضر السكراب ولا؟ ثلاثة قاعد سكريبي قلت عرش ما يمنيش ازرب طوى هنا طوى تينا نقل كرا ما معدو كنت علينا كنت عليك يا حمد اما اسمع استنى بوما فروشاش استنى